وشاركت أكثر من 50 دولة في أكسبو إنطاليا للحدائق لعام 2016، ولا تعد أكسبو للحدائق في نسختها هذه فرصة لعرض فنون الحدائق فقط، بل أيضا فرصة ثمينة لتبادل الفنون والثقافات. نال جناح حديقة الصين في إكسبو إنطاليا بإقبال كبير من قبل الزائرين للتمتع بأجواء الثقافة الصينية التقليدية الأصيلة، حيث ركز الزائرون على موضوع خاص يتعلق بالنحت باستخدام النباتات وعرض مشاهد زراعية تجسد عصور الصين القديمة. وأشد ما يجذب انتباه الزائر في هذا المكان هو ذلك النصب الذي يمثل أميرة صينية عبر التاريخ، حيث تم إنجاز هذا العمل الفني الرائع باستخدام 30,000 نبتة مختلفة الألوان. وقال منظم العرض إن هذا التمثال يمثل رمزا للرسل الصينيين الأوائل الذين سلكوا طريق الحرير عبر التاريخ بهدف تعزيز وتوطيد التبادلات بين الصين والدول الممتدة على طول طريق الحرير. تقع الصين وتركيا على طرفي طريق الحرير، فنريد أن نظهر مدى أهمية هذا الطريق في حياتنا. أعتقد أن طريق الحرير ساعد على تعزيز تبادل الثقافات. إن طريق الحرير مهم لأنه يدعم التضامن بين الدول، وأن هذا التمثال يمثل تلك الأهمية.